السلام عليكم. غادي نصايبوا ليما واحد المكرون ديال اللوز بلدي، اللوز اللي بقشورو. تقدروا تجيبوا اللوز بقشرته كامله، انا غادي ندير هذا ايفيلي، باقي فيه القشره، كيجيني ساهل وكيجي زوين وبراتيك. اولا غادي ندخلو نحمرو شويه في الفران، عندي 300 غرام ديال اللوز، نحمرو شويه في الفران قبل ما نطحنو. من بعد ما حمرت اللوز دابا غادي نطحنو. اولا غنطحنو في هذه الماكينه، عاد نعاودو في الطحانه الاخرى اللي غتسحقو حيت بغيناه يولي بودره. واخا تطحن هكايا طحن مزيان، ولكن باقي فيه الحبيبات ماشي بودره، غادي نعاودو له الطحانه الاخرى اللي غادي تسحقو. نديرو له هاد الطحانه دابا، دابا صافي تسحق. غادي نكمل هاد اللوز كامل في الطحين. المقادير بسيطه، غادي نحتاجو 3 ابيض البيض، من تحيدو الصفر من البيض، حاولوا ما تكون حتى شي نقطه ديال الصفر في البيض، ما يكونش الماء في الزلافه اللي غديروا فيها، وتخليو البيض تفرقوا البيض وتخليو البيض البيض برا واحد الساعه يبقى في حراره المطبخ. عندي هنايا 200 غرام ديال السكر كلاصي، جوده مزيانه. غادي نبدا نخدم البيض البيض ونزيد السكر بشويه بشويه، نطلعوا هذا البيض مزيان. غير يبدا يطلع شويه البيض غنبداو نزيدو السكر. انا كملت السكر كله، ما تخدموش بزاف حتى يتنفخ بحال الناجي واللي بحال غنصايبو هذا مورينغ، لا بحال هكايا بغيناه، بغينا بحال هكا، ما بغيناش بحال المورينغ قاصح. دابا غادي نجيبو اللوز وغادي نبقاو نزيدو بشويه بشويه وغنحركو هكايا. يجي بحال هكا شاد راسو. دابا غادي نديروه في الكيس حلواني ونديروه في اللاطات. تقدروا ديروهم غير بيديكم اولا بالمعلقه، الا بغيتوهم يجيو مقادين نفس الحجم غادي ديروا هكا الكيس حلواني باش تهبطوهم في اللاطه. نجيبو اللاطة نديرو فيها الورقة، نديروهم غير صغيرين هكا، وحدين غندير ليهم اللوزة هكا في الوسط. وحدين درت لهم ايفيلي من الفوق بحال هكا. انا شعلت الفران على درجه عاليه، النار من الفوق، هادي شي ثلث ساعه كيسخن. غادي نطفيها ونطفي العافيه الفوق ونشعل العافيه لتحت على درجه 160، نبعدها من العافيه في الوسط، ويستحسن ان الطبقه التحتانيه نديرو فيها واحد الطواخيه باش تهز عليها الطياب، وهذيك العافيه اللي كنت شاعله من الفوق سخنات الفران هي اللي غادي تعاونها باش تشقق باش يجيو مشقين وزوينين. ندخلوها الفران ونرجعوا نشوفوا التقديم ديالها. هذا المكرون ديالنا من بعد ما وجد كيجي بحال هكا، خليته حتى برد تماما. دابا غادي نديرو له هكا، غادي يتحيد غير بشويه لانه معلكه
كتلصق غادي تجيكم لاصقه في الثلاطه. نحيدوهم غير هكا بشويه كيجيو بحال هكايا. حليكم وحده باش تشوفوا هكا كيجي معلك. طريقه سهله والمده وجيزه باش تصايبوا هاد الحلوه هادي. نتمنى يعجبكم الفيديو تجربوه وشكرا على المشاهده.